عيش الأفضل قامة والعراكة عبد إيش داشتك وصلة وصكاكة احنا نريد هاي لسالفة من الله وجهك وين تطل يا كتر ظله راح اليوم جلدك ينصرخ والله راح اليوم حتى نطلع الحكاكة عبد اجداشتك وصله وصكاكة واحنا نريد هاي لسالفة من الله عبد اجداشتك وصله وصكاكة وجهك وين تطل يا كتر ظله حتى نطلع الحكاكة عدنا ابد لا شغله لا عامله كلش قاعدين القعده مو سهله الله اللي جابكم خلانا نتسلى راح اليوم ندفنكم بالكراكه عبد اجداشتك وصله وصكاكه ما عدنا ابد لا شغله لا عامله عبد اجداشتك وصله وصكاكه وكلش قاعدين القعده مو سهله عبد اجداشتك وصله وصكاكه الله اللي جابكم خلانا نتسلى راح اليوم ندفن كان بالكراكة داعش الأفضل قامة والعراكة عبد اجداشتك وصله وصكاكه عبد اجداشتك وصله وصكاكه داعش الافضل قامه والعراكه عبد اجداشتك وصله وصكاكه عبد اجداشتك وصله وصكاكه جتكم شال ثوبة من قبر طمة فوقها نهار الدنيا مو ظلمة هالمرة ترى نسويها للغمة مو عبالكم نفس الوقت ذاك عبد اجداشتك وصله وصكاكة جتكم شال ثوبة من قبر طمة عبد اجداشتك وصله وصكاكة فوقها نهار الدنيا مو ظلمة عبد اجداشتك وصله وصكاكة وهالمرة ترى نسويها للغمة عبد اجداشتك وصله بالكم نفس الوقت ذاك ابن الملحة ياهل يوقف بدربة انته للقلق زنجار عالرقبة كل من جاي نود اجداشة للركبة مود اجداشة هاي تقول ترواكة عبد اجداشتك وصله وصكاكة ابن الملحة ياهل يوقف بدربة عبد اجداشتك وصله وصكاكة وانته للقلق زنجار عالرقبة عبد اجداشتك وصله وصكاكة وكل من جاي نود اجداشة للركبة الهندسة الصوتية والتوزيع عقيل الميحي أداء المنشد أبو عسل الميحي كلمات الشاعر المبدع صباح الطائي تم التسجيل